تحياتي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد، فيديو دائما في اطار حلويات العيد وتحضيرات العيد البسيطه واللي كيف تنقولوا غير لتزواق الطبله، يعني ماشي الكميات الكثيره. فاليوم غادي نشارك معكم وصفه ديال الكاطو بالشوكولاط، غادي نحضروها فقط بزلافه ديال اللوز. زلافه اللوز خرجت منها ثلاثة ديال الأشكال اللي تزوقوا بهم طبيلتكم، شكيلات هماويين وزوينين وفي نفس الوقت اقتصاديين وماشي بكمية كبيرة اللي غادي تبقى فايدة لكم مور العيد إن شاء الله. فالوصفة سهلة وبسيطة، هتحتاجوا غير الشوكولات واللوز. غادي ندوزوا مباشرة نشوفوا الوصفة بكل التفاصيل ديالها من المكونات لطريقة التحضير. وهذه هي المكونات البنات. عندي الشوكولات، عندي الشوكولات كحل وبيض، يعني شكل غندير فيه غير الشوكولات كحل وشكل غنخلط فيه البيض والكحل باش يعطيني داك اللون بحال لايت براون قهوي فاتح بحال لون الكراميل. عندي هنايا البسكوي، عندي هنايا واحد 14 القطعه ديال البسكوي، شكل من الاشكال غنخدم فيه بالبسكوي. وهنا عندي زلافه اللوز، كي قلت لكم هذه محمره غير في المقله الثقيله فوق البوطه، حمرته شويه. هنا ممكن تعوضوه بكاوكاو، لكم كامل الاختيار، حتى كاوكاو تيجي غزال. رانا ما لقيتش كاوكاو الصغير، عييت نقلب ما لقيتش داك كاوكاو الصغير، مولفه تلقاه في واحد المحل ما لقيتوش، وداك كاوكاو الكبير ما تيعجبنيش بزاف، فهذا علاش عوضت باللوز. فعندي زلافه اللوز، ممكن ديروا زلافه ديال الكاوكاو داك الحمر الصغير تيجي غزال. عندي هنا العسل، هادي نخلط به، وعندي هاد الكراميل، هادي غنعاون بها في التخلاط وايضا في التزيين غادي نحتاجها. فهذه هي المكونات، سهله وبسيطه. غندوز دابا نطحن هاد البسكوي، غادي نطحنو فاين، نطحنو رطب، واللوز النص ديالو غنطحنو رطب والنص ديالو غادي نخليه بحال مهرمش شويه، وغادي ندير الشوكولاط يبدا تيذوب، وعاد غادي نجي ونحضروا الشكيلات ديالنا الساهلين والبساط والبسيطين. يلا ندوب ونرجع. وصافي البنات، ها هو الخليط ديالي. هنا كي شفتوا طحنت اللوز، نص الكميه اللوز مع داك البسكويت، وطلقتهم او طحنتهم هكايا رطب ورطب، شفتوا كيفاش. وهنايا نص ديال كميه اللوز خليتها هكا حرشه او مهرمشه هكا خشينه. فهادو هما جوج ديال الشكيلات اللي غادي ندير، هذا الخليط الاول، هذا الخليط الثاني. غادي نجي لهذا الخليط الاول، فغادي نجمعو بالكراميل والعسل. ممكن ديروا اللي بغيتوا، ممكن ديروا الجلوكوز، ولكن من الاحسن الكراميل ولا العسل او لا الحليب المحلى المركز والمحلى نيسلي. العسل غادي نبدا نجمعوا هكا بيدي باش نشوف نعرف القوام. صافي نبقى غدا هكا تنزيد العسل. صافي البنات، هذا الاول ها هو جاهز، فهاد الثاني ندير له غير العسل فقط. غادي نجمع، بدا تيجي غليظ، تيجي بحال الشكل ديال النوبه. دابا البنات ذوبت الشكلاط، ذوبت هنايا الشكلاط الكحل والبيض باش عطاوني هذا اللون هذا. وهنايا هذا الشكل هذا، هذا العجنه، هذه هذه العجنه، هذا الجزء من الخليط. فانا درتو هكايا، درت يدي شويه ديال الزيت ودهنتو هكايا هاد الحريبلات. دوك الحريبلات ممكن ديروهم على حسب نتوما الشكل اللي بغيتو، بغيتوهم رقاق بغيتوهم غلاط، تيبقى لكم الاختيار. خطيت ورق الزبده بهذا الشكل، غندير فيه الشوكولاط مزيان. هنا الشوكولاط يذوب وخليوه شويه يبدا تيشد راسو، ما يكونش دايب بزاف باش يساعدكم. هنا كاين اللي تيدير واحد الطريقه اخرى، ان تيدير الشوكولاط على هاد الحريبلات بالشيتا، بغى يدير حتى ديك الطريقه يديرها، ولكن انا هذه تجيني عمليه اكثر. بسم الله، نجيبو هاد الحريبل هكا ثم تندور عليه مزيان وتنسدو هكا، نعاودو ندورو بحيث الشوكولاط تيكون داير عليه كامل. تنكحزوه للجنب، تنخليوه لانه
غادي يشد راسو. انا ندير لكم واحد اخر، نحاول نقرب الكاميرا اكثر. البنات استخديت هذا المول، هذا المول هذا اللي هو ديال الشهده، راه معروف تيكون الشكل ديالو هو هذا. فخديت ديك الشكلاط اللي درت به الشكل الاول ودرته هنا في هذه النحيلات لداخل، عاد يتحيدوا. وغندير الشكلاط الابيض في هذا البليصات ديال الشهده. المهم نتوما ديروا اي مول عندكم او لاي طريقه اخرى، يعني ماشي شرط ديروا هذا. تبارك الله كاين الموديلات قدام جداد، هذا راه قديمه الشهده جبتها معايا من اول مره جيت لامريكان. ما دابا راه خرج العجب في هذا الشيء ديال السيليكون. صافي ندير لها هكا مزيان باش نتاكدوا ان الشوكولات صافي. البنات غادي نخليها هكا يشد راسو، من بعد غادي ندوز باش ندير الطبقه ديال اللوز. غندوزو البنات لهادو ديالنا، ها هما كي تشوفوا من بعد ما خرجتهم. فما تياخذوش شي وقت، غير تتحيدوا الكاغيط هكا وتتجبدوا، تيجيو بهذا الشكل هذا. شوف كيفاش تيجيو، تيجيو مولس وتيجيو غزالين. دابا غندوز نجيب الفرشاطه. المهم اختياري، بغيتو تخليوهم كيف ما هما خليوهم، بغيتو ديروا هاد القضيه ديروها، تاخذوا الفرشاطه وتتخبشوهم هكا باش يجيو بحال شي جدع ديال الشجره. كنت نديروا شحال هادي هاد الشكل نديروا ديما في العيد في الدار. صافي البنات بهذا الشكل. ثم غادي تدوزوا تقطعوهم، قطعوا بالسمك اللي نتوما بغيتو، يعني ليكم الاختيار. نتوما انا غادي نقطع بهذا الشكل هذا، عاد شوش باينه هكا معين. وغادي نستمر الحال شويه سخون فاش الشكلاط عندي رطب، لان خليته اصلا شد راسو غير على برا ماشي في الثلاجه. الا كان عندكم الجو بارد او لا الشكلاط كنتو درتوه في الثلاجه فجامد بزاف، دوزوا الموس في الماء سخون عاد قطعوا به باش يعطي الطعم ما يهرس لكم الشوكولاط. وصافي غادي نكمل بهذا الشكل، حتى غادي نكمل هذه الكميه كامله اللي عندي. نخلي هادو للدراري. دابا البنات غندوز للتزيين اللي تيبقى اختياري. كما كتشوفوا هنا خديت الشوكولاط الابيض وغادي ندير واحد اللوزه. نتوما زينوا كيف ما بغيتوا، او ممكن تخليوه غير كيف ما هو حتى هو تيجي زوين. البنات من بعد ما هاد الشوكولاط الابيض ارتاح ليا مزيان، غادي ناخذ هذا اللوز هذا غادي نبقى نديرو هكايا فوق الشوكولاط ونضغط عليه بهذا الشكل. ديروه حتى الفوق باش نخليو واحد اتساع شويه فين غادي نزيدو الطبقه الاخرى ديال الشوكولاط. البنات شاطلي شويه ديال اللوز، ديك الشهده ممكن ديروها جوج المرات، انا ما بغيتش نديرها ونعاودها، فقلت هاد شويه ديال اللوز غندير به شكل اخر باش نزوق. شكون بحالي تيبغي غير يزوق الطبل، هادشي ما عنديش لا ياكلوا لي، ولكن تنقول نزوق كي تنقول نشكل المنظر. صباح العيد داكشي يبقى وصافي، ما صراحه راجلي ما تياكلش الحلويات وولادي حتى هما والو. شو خديت هذا عندي تا هو السيليكون ديال الوريضه وذوبت شويه ديال الشوكولاط كحل. صافي البنات انا درتو وغادي نخليه حتى هو يشد راسو، عاد ندوز ندير له الطبقه ديال اللوز.
من البنات رجعوا لها تشكيل الشهدا كي شفتوا مني درت الطبقات اللوز عاود زدت عليه الشوكولات. بغيتو تزيدوا اي لون، انا ما زدتش البيض، زدت هذا لان كان مازال عندي منه وخليته شد راسو. دابا غادي ندوز نبدا تنجبدهم بشويه تيجي هذا الشكل ديالهم. انا ما عادش الكاميرا واش واضحه ولا فلو، هانتوما البنات شفتوا كي تيجيو، تيجيو شغلاض بزاف وتيجيو حليلوين. فانا غادي نديمو ليهم كاملين ونديمو لي هاد النحيلات وعاد ندوزو نشوفو الطريقه باش غادي نزوقوه من الفوق. دابا البنات غادي نبدا في التزيين وغادي ندوز نبدا اول حاجه بهاد الشهدات. غادي ناخذ العسل وتنديرو في هاد الفراغات اللي في الوسط هكايا، ممكن ديروا الناباج ممكن، المهم ديروا اللي بغيتوا. صافي تنجي لواحد الشنيب تندير شويه هكا اللي تيجي طالع فوق الشوكولات وغادي نلصق فيه هاد النحيله بهذا الشكل هذا، وغادي نكمل حتى غادي نسالي هاد الحبات اللي عندي. ما عنديش بزاف، انا درت غير 10 من هاد الموديل. هادي من بعد ما شدات راسها درت لها حتى نفس الطريقه، يعني خليت الطبقه الاولى الشوكولات شدات راسها ودرت واحد الطبقه صغيره ديال اللوز ثم ختمت بهاد الطبقه ديال الشوكولات. هنا ممكن ديروا غير طبقات الشوكولات وطبقات اللوز، ولكن انا تنفضل يجي الشوكولات من تحت ومن الفوق باش اللوز ما يتلصقش في الكويرطات. عاد غادي ندوز نزينهم. بالنسبه للتزيينه البنات هادو غندير لهم غير الكراميل، هذاك الكراميل اللي وريتكم في الاول اللي خلطت به فهو اللي غادي نديرو في الوسط في هاد الوريضه من هنا. وكي تتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، انا ما درتهمش البنات في الكويرطات باش يعطيونا المنظر ديال الجناب تشوفوه كي غادي يجي. فهذا هو الشكل، نتمنى يعجبكم. راه عطا كميه مزيانه يعني دار هاد البلاطو، مازال فاضو شي حبات خليتهم في البواطه. وهذا هو الشكل ديالو. وهنا تسالى الفيديو ديالنا، نتمنى يكونوا عجبكم هاد الافكار وعجبكم هاد الاقتراحات الا طبقتوهم. صيفطوا لي الصور على الانستغرام ديالي صفا سبيس 24. غادي نقول لكم الى اللقاء في فيديوهات مقبله، وتنفكركم ان المسابقه ديال فوازير عروسك عندي مازال مستمره وغادي تلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. الى مازال ما شاركتوا دخلوا شاركوا ان شاء الله وتكونوا من الفائزين. الى اللقاء، نتلاقاو في فيديوهات مقبله. حاليكم وحبكم فيكم.